وأكيد هلأ صار وقت نروح لشو في جديد، وبهالفقرة مثل العادة بينضم لنا الخبير الزراعي مروان حيدر مباشرة من بيت الزراعة. الفواكه كتير اليوم، ايه العوافي مروان، في خرمة مضواي. بونجور في يا اعلاف، مروان. في موز، بونجور في عبدو، تفاح. بونجور نتالي. يعطيك العافية. رح نبلش بسؤال، شجرة في خرمة أكدني بتنقط من؟ شو لازم يعملوا؟ بصور ما بتنقط من، المن ما بنقط عنا، هي العصارة يلي بيمصها المن بيفرز، بيطلع جلوكوز وفريكتوز وبيخدها، يعني بقلب العصارة تبع الشجرة بيبقى فيها بروتيين وجلوكوز وفريكتوز، المن بيمصهم بياخد البروتيين وبيفرز الجلوكوز والفريكتوز، هيك بيصير في عنا تشلية بسموه من وشو بشلي، الحل؟ يعني بيصير يدبق كمان، لازم نرشه. هي المن القطني يعني كوشني فارينوز. شو الحل؟ اسمع، بدها رش، لازم رشها على القليله كل 4 ايام او 5 ايام مره، على 3 4 مرات لحتى ينشال. في يستعملوا ماده فعاله اسمها اسيتامبريد، بياخذوها من اي صيدليه زراعيه او بيشرحوا له للخبير الزراعي الموجود جوا، بيقول لهم هو كيف يستعملها. مبدئيا لل 20 لتر بحطوا نعم. مقدار ملعقه صغيره، ملعقتين صغار، او 10 5 جرامات بودره من الاستامبريد بال 10 لتر بال 20 لتر وبرشوا، بس شو عنا هلا؟ بيرشوها على كذا مره، بس وانس رشوها، الدواء اللي ذوبوه لازم يكبوه، ما يرجعوا يرشوا فيه بعد 4 ايام لانه بتروح فعاليته. في كثير ناس بتخلي الدواء لتاني رشه، ما بيسوى. نعم. رح ننتقل للخضره. رح نبلش اكيد عنا، رح نبلش بالخيار بالاول، خيار قطف جديد، هو عم نحكي كله سلال، السلال كله ب 10000، هالسلة نعم. اللي فيها كيلو، هيدي كيلو خيار، المقفة كمان فيها كيلو، كله عم نحكي قطف جديد، نوعية رائعة. القرنبيط كمان هلا حسب قد يكون فيها القرنبيطة أكثر أو أقل. عندنا اللوبي العايشة خانوم، بيجي فيها بصل وبندورة وبقدونس. الكوسة يلي بيجي فيها كيلو كوسة مع بندورة وبصل وبقدونس، كله ب 10000، كله ب 10000. اللوبية البيدرية مع البندورة مع بصل مع بقدونس، كمان هيدي السلة ب 10000. هون بدنا نذكر على الصابون، الصابون يلي شغل لبنان نوعية جدا رائعة، في عنا شغل دير القمر وشغل منطقة شبطين، هالأصناف يلي كتير منيح، أو كل اللي جربون عرفوا قد ايه مهمين، في منهم على لافاند ومنهم عادي. كمان عندنا الباذنجان الطويل مع بندوره وبصل ونعنع. هون بدي اقول شكر خاص لاستاذ زياد ابراهيم، زياد ابراهيم كان مسؤول بصليب احمر جل الديب، وحب اليوم يقدم 30 سله، دفعنا حقهم ونحن عم نوزعهم، فبنقول له ميرسي كثير لاستاذ زياد ابراهيم على كرمه. ابو زياد كان مسافر واجى عملنا زياره اليوم الصبح. عندنا الباذنجان المدعبل مع بندوره وبصل وروكا، واكيد عندنا الافوكا مثل ما شفنا الحبات الغير شكل يلي الناس تعودوا على النوعيه اللي عم يجيبها، الكيلو ب 10000. التفاح كمان اذا بتاخذوا الكاميرا 2 كيلو ب 10000. الخرمه كمان عندنا السله فيها كيلو ب 10000، وعندنا نوع ثاني خرمه هلا بيجيبوا لنا اياه الشباب، نوع ثاني الخرمه رح نفرجيه. كمان عندنا التفاح الاصفر واكيد التفاح الاحمر، وعندنا الموز يلي هي السلة كمان ب 10000 ليرة، يلي فيها كيلو. كلنا بنعرف قد ايه الاسعار بالسوق، قد ايه الفرق، ودائما نحن بنذكر وبنقول نحن ما عم نضارب ابدا، نحن عم يعطونا اسعار منيحة تا عم نعطي اسعار منيحة. في عنا شكر خاص لاستاذ جارو بمنطقة عنجر، وبسلم عليكم كثير، طلعنا السبت تمولنا من عنده هالنوعية الرائعة عنده بعنجر، يعني بيعمل رب البندورة، رب الحر والصوص طومات، كمان عم بيعطينا اسعار كثير حلوه، نحن نقدر كمان نبيع باسعار حلوه. بنقول له ميرسي كثير لاستاذ جارو، كمان مثل ما ذكرت بسلم عليكم كثير. نعم. وعندنا هالنوع الخرمه كمان الكيلو ب 10000. واليوم اجينا زيتون كبس جديد، هو مكبوسين امبارح الاحد من الشمال، نوعيه رائعه، وعندنا 3 احجام، عندنا الكيلو وعندنا الاكثر وعندنا هذا النوع الاكبر، كمان اصناف رائعه، طعمه جيده جدا. المنطقة يلي عم يجيب منها هي منطقة كفر حرة، السنة الماضية جبنا من عندهم الزيت، وهلا بلشنا نجيب من عندهم الزيتون المكبوس، كمان نوعية رائعة مثل ما تعودنا على زيتاتهم السنة الماضية. وفي عنا من منطقة عيت الفخار بنقول ميرسي كثير لآل عواد يلي عم بيعملوا لنا دبس العنب المضروب، يلي في فترة كثير ناس ما بقى عرفت فيه وما بقى سمعت فيه، نحن عم نرجع ننزله على بيت الزراعة مثل ما نزلناهم السنة الماضية، وهيدي السنة بلشوا ينزلوا لنا نوعية طيبة جدا جدا.
كل هالاصناف موجوده بيت الزراعه، اللي بحب ياخذ بالكيلو في ياخذ بالكيلو، اللي بحب ياخذ بالسله في ياخذ بالسله، من شراب التوت حتى في عندنا شراب التوت، حامض الحصروم في ياخذ كل المربيات، مربى فريز، مربى الكرز، مربى التوت، نعم. كمان عندنا مربى توت، مربى سفرجل، كل هالاصناف موجوده باسعار كثير منيحه، وفريق بيت الزراعه موجود. بعد عندنا سؤال، تانكة زيت 20 لتر كم كيلو زيتون بدها؟ حسب الموسم، حسب الموقع، حسب النوعيه، يعني فيك توصل مش 20 لتر، تانكة الزيت هي 16 لتر ونص، فيها تكون بحدود ال 40 لل 60 كيلو حسب الاصناف ونوعيه الزيت، لنوعيه الزيتون المزروع حسب الاصناف المزروعه، فمن هالمنطلق ما في رقم معين، مروان فيها تكون من ال 40 50 لل 60 توصل لل 70 كيلو. شكرا لك مروان حيدر، لك الفريق العامل. ميرسي نتالي، ميرسي لك.